قفة رمضان بعد شوي إن شاء الله تربحوها معنا بطبيعة الحال. سعيد جدا وأنه الشيف حروز يلتحق بنا ويلتحق بالكوجينة بالمجموعة. مرحبا. صباح النور. صباح أخويا. الحمد لله يا جبتنا رب. جبتنا بكسوة جديدة اليوم. كل عادة. كل مرة تعمل لنا فازات. معروفة عادة كفينيسيون تاع كل فود هذه ساعة الفينيسيون الأخرانية بالكل. هذه. ستيل دينج اللي ماهيش موجودة برشا ما فماش حتى شي فيها متصورين بها زادة. هذه دنجري تونسية. تونسية دنجري. اما فيها الالوان برشا. شوف حتى لي كولور حتى لي كولور اللي هو يذولي في الشخص هذه ما لي كولور والموديل تاع مدام سناء عساس اللي هي الموديليست تاع كول فود هذايا كل مره طلع لنا موديل جديد. باهي سيدي يعطيكم الصحه. انا يذولي ذي تو نحكيو فيه من بعد في الكواليس. عجبني وحدك. عجبني عجبني يا خويا عجبني يا خويا. يلا اول حاجه نعملوها مع بعضنا اللي هي نرجعوا ديما للماكله الزمنيه والطرب الجديد. اليوم جبت لنا طبق كسكسي ذول لي شوف من غاديك وحايد كسكسي. كسكسي اللي هو كسكسي قرقني. كسكسي قرقني بالبسباس القرقني يا بالقرنيط ولا بالشوابي وقت الشوابي. وقت الشوابي تو وقت الشوابي وقت الفنود تاع الشوابي هذاك يجي باني بالقديم. اسمع لا تو نحضروه نعملوه بشوي بشوي هي تاع ابدالي. اليوم هي قرقنا يعملوا الكسكسي نتاعهم. الكسكسي نتاعهم بالبسباس مش بسباس اللي يبيعوا فيه البر تاع مش الفرفوشه. مش الفرفوشه لا البسباس اللي بلاش روس هذاك البسباس الجالي البسباس العربي. بالشبت مش بالشبت بسباس عربي. فما بسباس يطلع كيما الشبت هكاكا اما هو بسباس. ما غير راس. معروف ياسر في صفاقس بدرجه غاديك نلقاوها ما تلقاه موجود وكان ما لقيتوش نسلم على امين المراكش يقولوا له كل عام وانت حي بخير. صفاقسي بيور هو اختصاصي الماكله هذه من غير ما نوصيك. باهي برشا يلا اي دونك هو البس الكسكسي هذاك ناخذ البسباس هذاك. البسباس هذاك نتاعنا باش نعملوا به الكسكسي. اما قبل ناخذ شويه شوابي نظفوها بالكدا نتاعنا نحيو الحبار على جنب الفنود والواحد ديما على جنب وماذا بين ناخذوها المجرحه على جنب تبدا لنثة باش تلقى فيها العظم زاد. وقيتها عاد وقيتها هي يعطيك الصحة. حتى هوني في بورتو بن خيار تربخ موجوده هي موجوده تو الشوابي في كل بلاصه. وي اما انت تاخذ الشوابي نتاعك تنظفها بالكدا تقصها جويده تحطها تغلي وحدها مع شويه ماء وملح وفلفل اكحلك هاو شويه ماء وملح وفلفل اكحل قطر تاع الزبده تقعدش برشا خاطر الشوابي كي تبدا جديده وباهيه ما تاخذش معاك حتى 30 مينوت في ساعه ما تطيب ما نحبوش تجويد برشا. باش من بعدين طيبوا لها الصوص نتاعها وحدها اللي هي ناخذوا لها طماطم كعب نقصوهم لها شويه بزايد بصل شويه زيت زيتونه وثوم وشويه طماطم معجون وتابل الكروي والفاح نتاعنا هذاك بطبيعته اللي مش طيبوا به الصوص نتاع الكسكسي اللي هي بالشوابي. ناخذوا الكسكسي نتاعنا كسواء عولا ولا الباكويت اللي يحبوهم وناخذوا البسباس نتاعنا هذاك البسباس العربي قصوه شويه بالكدا مع شويه بصل ونحطوا الكسكسي نتاعنا بخبخوه بشويه ماء حاملوه بالكدا ونعملوا البسباس من اللوطه على الكسكاس ونحطوا الكسكسي نتاعنا من الفوق ونجيو في الوسط نعملوا فيه حفره باش يفور الكل مع بعض والبسباس يطلع في الكسكسي الكل تلقى الريحه نتاعو بالكدا. معناتها كي نحطوه في الكسكاس الكسكسي نجي في الوسط في الوسط تعمل حفره عاديه نورمال حفره كانك بتعمل حفره في وسط الكسكاس باش يفور كي يفور يفور الكل مع بعض يطلع كلوباخ الفوق تلقى الكسكسي كله مفور بالكدا ويخرج لك الريحه نتاع البسباس هذاك والبصل تفور الكسكسي نتاعنا بالكدا ناخذوا كليديه من الفوقانيه نتاع الشوابي هذيك دوما نسقيو به الكسكسي باش نحلوه باش ما يقعدش مكعبر وواحد حطوه غاديك بعدين ناخذوا كل القرنيط نتاعنا وكل فيه شويه حمص ماهوش برشا ما تكثرلوش خاطر ما ياخذوش برشا حمص قرعه ياخو اخضر معناها القرعه نتاعنا هذيك وقرايين فلفل باهي ويطلع لك الكسكسي وبعدين تاخذ معها شويه حوت مقلي تو وقت الكحليه تطلع بالكدا تبدا كحليه كبيره خير من الورا ترى على فكره انا الحقيقه من ابن ما كليت الكحليه تاكلها في بني خيار الكحليه انا كليتها بنينه في قليبيا باهي حتى في قليبيا زاد حتى في قليبيا كليتها في قليبيا في بلاصه الحقيقه هوني في بني خيار شيء كبير انا كليتها في قليبيا في بلاصه كحليه اكبر من كعبه الورقه وبنينه بدرجه غير عاديه باهي اوكي اللي كان نسيت مره اخرى هزني معاك نمشي باهي دونك الحوت نتاعنا هذاك بطبيعته ينظف كيما الناس الكل تعرف تنظف الحوت ملح شويه فلفل اكحل ماهوش برشا شويه قطيره نتاع الزيت وشويه ثوم وكل كمون نتاعنا
تلك وتحط تقلي الحوت نتاعك. عندك الكسكسي هذاك مفور فيه شويه الشوابي، شويتك الحوت هذاك مقلي بحذاك، هذيك ماكله قرقنيه 100%. باه نحب نكمل انا باش نعمل اللي نحيت لي الفنود، لانه الفنود ما يعرفوش برشا الحقيقه، برشا ما يعرفوش، برشا ما يعرفوش الفنود اللي هو خاصه في صفاقس معناتها معروف شيء درجه غير عاديه وياسر بنين. الفنود كيفاش يتعمل؟ الفنود تنحيه هو بيده من داخل بمست على العظم تاع الشوابي، تنظف خاطر برشا ناس تطيسوا ما تعرفوش هذاك هو نخليه بالاحبار نتاعو. لا تنحي الاحبار نتاعو على جنب، فما اللي يخليه بالاحبار نتاعو، فما اللي يخليه يقليه بالاحبار نتاعو تقليه، اما تعملوا باني، تعملوا باني تعملوا باني خاطر ما يتفرط لك من بعد تحطوا في الزيت واحد، تعملوا باني تكنجلوا شويه باش يتلم بالكدا ومن بعد زيت سخون تحط تقليه ويقول لك ملح وفلفل اكحل وشويه كمون مش برشا، شويه كمون اكهو اكهو وبنين بدرجه بالخاص باني ما عندك ما تاكل. راهو الفنود راهو فيه بنه غير عادي، فيه كلارير قو مره شويه عرفتها. اما بنين راهو انا الحقيقه ذقته شيء عامل كيف به. انت قلت زاد انه في بلاصه كان ما فماش شوابي نعملوا قرنيت، نعملوا قرنيت. القرنيت قرنيت تنظف القرنيت نتاعك عادي، قرنيت ساعة باش ما يجوادلكش خاطر برشا ناس تحط تصمتو ديريكت يولي صغير يعملك يتلم. قرنيت انا نعطيك استوس، يقعد هو بيدو ما يصغرش ويقعد كيما هي، تاخذ ماء يغلي بالكدا وتحط تبوشيه 5 مرات، كل ما تهبطوا في الماء تحسب الخمسة وتطلعوا تعملها 5 مرات العمل هذيك، ومن بعد تحط القرنيت نتاعك يطيب. نحط 5 مرات نطلعه ويكتب وبتحسب الخمسه ويرجع، هذيك 5 مرات تعمل اي 5 مرات وبعد نرجعه ونخليه وترجعه وتخليه وتخليه تيب على روحه وتلقى القرنيت نتاعك كيما هو ما يصغرلكش، وبتجرب يجرب ما يقعد لك زاد نصيف ساعه غير بوع جروماكس تلقاه طاب ومريقل وماذا بيك في التنظيف نتاعو، ما تحاولش وانك كي تيب تقشره واضح باش نحيلو الفيولي نتاعو شويه كله ابيض ما عادش فيه منظر، خليه كيما هو يبرد ومن بعد قصه هكاك يولي كالفانتوس طالع على برا فيه البيوضيه وهو فيها كاللون المارون من داخل، تحس معناها شارم في كعبه القرنيت. يا سيدي بارك الله فيك، هذه دونك كانت زيارتنا القرقنه وكسكسي القرقني بالشوابي ولا بالقرنيت شي يعمل الكيف. يلا نجم تكون دبار هذايا، اما البسباس منين باش نجيبه؟ البسباس الاخضر هذاك هو مشكل، تلقاه موجود في الجرون سيرفاس معناها ولا في بلاصه تلقاه موجود في المرشيات بقله راهو. باه اللي حاب يعاود يطيبها الكسكسي بالقرنيت القرقني ينجم يلقاها على www.radiomadatunisie.com. بعد شويه باش نمشيو